Hi Mochis, Annyeong! Welcome back or welcome to my channel if you're new. أخيرا رجعت لكم بسلسلة أفضل المسلسلات الكورية. أنا عارفة إن بقالي قرون شهور ما عملتش السلسلة دي, بس I am finally back, والنهاردة هقول لكم على مسلسلات كوري تتفرجوا عليها. بصراحة أنا متحمسة جدا لفيديو النهاردة, هقول لكم على مسلسلات كتيرة نزلت جديدة الفترة دي, وفي مسلسلات كتيرة قوي عمالة تنزل لسه, فهعمل لكم أجزاء تانية كتير من السلسلة دي. Don't worry, بس النهاردة هقول لكم 9 مسلسلات كوري, في منهم جداد وفي منهم 2 قدام لازم اقول لكم عليهم عشان لازم تتفرجوا عليهم. زي كل مرة عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس انتوا بتتفرجوا على مسلسلات ايه دلوقتي, لانه بصراحة عندي فضول اعرف انتوا بتتفرجوا على ايه. بس ما علينا, خلونا نبتدي الفيديو. Let's go. اوكي, اول مسلسل هبتدي بيه النهاردة وهو Hometown Cha Cha Cha, او اسمه بالعربي مسقط الرأس, تشا تشا تشا. ليه انا هبتدي بالمسلسل ده بالذات؟ لانه المسلسل ده بكل مواصفاته جميل قوي. المسلسل كله بيدور في السي سايد. سي سايد يعني زي مدينة على البحر, والمدينة اللي على البحر دي اسمها كونغ جين. هي طبيبة أسنان, بتشتغل كطبيبة أسنان وهتفتح العيادة بتاعتها في المدينة دي اللي على البحر. وبعدين عندنا كيم سونو اللي هو دوشيك, هو واحد عنده حرفيا مليون شغلانة. هو طالع في المسلسل ان هو he's really helpful, بيساعد كل الناس في المدينة دي, لان معظم الناس اللي في المدينة دي كبار في السن, فهو على طول بيساعدهم, عشان كده هو حرفيا عنده مليون شغلانة. هي جين جاية من السيتي, فهي لما تروح السي سايد هتبقى اللي هو مش عارفة تتعامل مع حد, هتكون مش متعودة على عاداتهم وتقاليدهم, لان اي حد بيبقى جاي من السيتي او من المدينة مش بيبقى متعود على مثلا اللي هي الحتة الريفية والكلام ده. ففي الاول هتبقى اللي هو عايزة ترجع ومش هتبقى حرفيا طايقة حد, بس بعد كده هما الاتنين هيحبوا بعض. وبصراحة انا بحب المسلسل ده لانه لو انتوا عندكم اكتئاب او عايزين بس تضحكوا, بصراحة يعني انا المسلسل ده بيضحكني جدا لان كيم سونو طالع بيضحك. يعني بصوا, انتوا لو عايزين تضحكوا او عايزين مسلسل اللي هو يرفه عن نفسيتكوا, هو ده المسلسل Hometown Cha Cha Cha. بجد ارشحه لكم جدا. ده من نوع المسلسلات اللي هو ما فيهوش دراما, هو لايف لسن, اللي هو بتتفرجوا على المسلسل وبجد يعني بتطلعوا كده مستفيدين من المسلسل, مستمتعين, نفسيتكم حلوه, ما فيهوش دراما ودم وقتل والكلام ده خالص. هو مسلسل كله كوميدي, رومانس, زي ما قلت لكم بتتعلموا منه حاجات. It's really nice. I would highly recommend Hometown Cha Cha Cha. تاني مسلسل هرشحه لكم هو Dali and the Cocky Prince, أو اسمه بالعربي دالي والأمير المغرور. برضو المسلسل ده زي Hometown Cha Cha Cha, طبعا مش نفس الأحداث, مش نفس أي حاجة, بس ده نوع المسلسلات اللي هو هتتفرجوا عليها وبجد هتحسوا ان انتوا مبسوطين ومستمتعين. بس المختلف انه المسلسل ده فيه شوية دراما ظريفة. انا شخصيا ده نوعي المفضل من المسلسلات اللي هو فيه دراما, فيه رومانس, فيه كوميدي. انا بعشق حاجة اسمها كوميدي بجد, اللي هو مسلسل اقعد اتفرج عليه يضحكني, لان انا مش عايزة اتفرج على المسلسل ويجيلي اكتئاب. فيا دالي اند كوكي برنس انا لسه مخلصاه مبقاليش كام يوم. والمسلسل بيتكلم عن انه كيم دالي باباها مات, او بمعنى اصح اتقتل. احنا في الاول هنبقى فاكرينه مات عادي, بس لا, هو اتقتل. وهي هتبقى مسؤولة عن الارت ميوزيوم, المتحف بتاع باباها, وهي هتحاول ان هي تنقذ المتحف ده ان هو ما يتقفلش, لانه كان في ناس حاطين عينهم على الميوزيوم ده او المتحف ده وعايزين يهدوه ويبنوا مكانه حاجات تانية. فهي بعد لما باباها مات او اتقتل هتحاول ان هي تنقذ انه المتحف ده يفضل موجود, يفضل مفتوح. بس هتقابل مشاكل كتيرة جدا ان هي تخلي المتحف ده مفتوح. وبعدين هيجي القمر مواك. انا اول مرة بصراحة اتفرج له على كي دراما, ويعني ما هذا القمر يا جماعة؟ بصراحة انا حبيته جدا, تمثيله ما عملش حاجة غير ان هو ضحكني,
بجد 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 انا حبيته. He is so funny. طالع في المسلسل بيضحك قوي. بس المهم ان هما هيقابلوا بعض. هو زي بيزنس مان بس ما بيفهمش اي حاجة في البيزنس حرفيا, يعني uneducated بيزنس مان. بس بعد كده مع الوقت هيبدأ يتعلم, وهيبدأ ان هو هيحاول ينقذها او ينقذ المتحف معاها ان هو ما يحصلوش حاجة. love story so cute. فيها الدراما اللي هي احنا بقى عايزين نعرف مين اللي قتل باباها, و it's so interesting لانكم مش هتتخيلوا خالص مين اللي قتل باباها. انا بصراحة يعني زهلت, مع اني كنت متوقعة بس يعني كنت متضايقة قوي ان هو ليه الشخص ده ليه. بس yeah it's so interesting. زي ما قلتلكوا كوميدي دراما رومانس, فكل حاجة في مسلسل واحد حلو قوي. I would recommend دالي والأمير المغرور. So nice. ثالث مسلسل وهو اسمه Let Me Be Your Knight, أو بالعربي اسمه دعيني أكون فارسك. لو أنتوا بتحبوا النوع المسلسلات اللي هو فيه idols, أنا بصراحة بحب النوع ده من المسلسلات. هو بيتكلم عن إن في واحد هو الليدر بتاع فرقة K-pop اسمها لونا, وإن هو بيعاني من sleepwalking. يعني sleepwalking بالعربي بيمشي وهو نايم. عشان يعالج الموضوع ده عين دكتور إن هو يجي يقعد معاه في البيت. بس اللي هيتعين كدكتور هي بنت, وهي فيك دكتور, يعني هي مش دكتورة حقيقية. مين بقى البنت دي؟ مرشدة سياحية, وهي كان حلمها انها تشتري بيت لنفسها. بس هيحصل زي انسيدنت وهتتعين ان هي تبقى الدكتورة دي, وهتقعد في البيت مع 5 ولاد اللي هم الايدلز الكي بوب جروب. كوميدي ايدلز وحاجات زي دي. لو انتوا بتحبوا النوع ده من المسلسلات اي جاس هيعجبكوا. انا بصراحه اتفرجت على حلقه واحده وعجبتني, ما كملتوش لسه بس I liked it. ف اوكي مسلسل رقم 4 وهو اسمه The King's Affection, او عاطفه الملك. دلوقتي انا هقول لكم مسلسلات شويه هيستوريكال او تاريخيه, لان انا عارفه ناس كتيره بيحبوا قوي النوعيات دي من المسلسلات, وانا منهم. انا بحب قوي الكي دراماز او مسلسلات الكوري اللي فيها تاريخ. انا المسلسل ده هو ده اللي انا بتفرج عليه دلوقتي, او لسه بادئه ما بقاليش كام يوم. و it's really interesting, انا عجبني جدا. هو قصة المسلسل انه في مرات الملك خلفت توين, والتوينز كان في ولد وبنت. البنت كانت لازم تتقتل, بس مامتها قعدت يعني تباك ذم ان هي ما تموتش, وفي الاخر زي سفرتها في حتة تانية او طلعتها برا البلد. والولد هو مات بسبب ديزيز, مرض. الام بقى خبت انه الولد ده مات, ورجعت البنت عشان تبقى الولد ده. البنت بقى هتفضل مخبية ان هي بنت, وهتفضل عايشة ان هي الولد اللي هو الكينج, او ان هي يعني بتمثل اخوها اللي هو مات. والبنت اللي هي رجعت عشان تمثل اخوها هتتعين كبرنس. هي كانت بقى من النوع اللي هو مش بتخلي اي حد يقرب منها, لان هي خايفة انه حد يعرف ان هي بنت وحد يعرف مين هي اصلا. فما كانتش بتقرب من حد, ما كانتش بتوري اي حد مشاعرها. وكان عندها التيتشر بتاعها اللي هو رون, يا جماعة قلبي بجد بعشقه. هو من فرقة اسف ناين. لو انتم تعرفوش مين فرقة اسف ناين تعملوا ايه في حياتكم. المهم ان هو كي بوب ايدل يعني, وانا بعشقه. بيمثل في المسلسل ده, وهو المعلم بتاعها. He's really handsome. ده كل اللي انا هقوله, يعني انتوا بس اتفرجوا على المسلسل عشانه بصراحة. طبعا بقى البنت هتبدأ تحبه, بس مش هتقوله مين هي, لان ما ينفعش تقول مين هي. فممكن تتوقعوا الكي دراما هتمشي ازاي. بس انا بحب النوع ده من المسلسلات اللي هي historical, فيها زي غموض شوية, وامتى بقى هيعرفوا انها بنت وحاجات زي دي. انا بحب النوع ده من المسلسلات. فاي وود ريلي ريكومند لو انتوا بتحبوا المسلسلات الكوري التاريخية. اوكي مسلسل كمان تاريخي لمحبين المسلسلات الكوري التاريخية اسمه Lovers of the Red Sky, او بالعربي اسمه عشاق السماء الحمراء. المسلسل ده برضو مسلسل تاريخي حلو جدا, عجبني القصة بتاعته. حسيت انه مختلف شوية عن القصص التاريخية الكوري. It's really cute. هي البنت رسامة موهوبة جدا, وبالنسبة لها الرسم ده او البينتينج حياتها. وبعدين عندنا الولد, هو صغير حصل له زي incident واتعمى. المهم ان هي برضو دراما تاريخية فيها حب رومانس. البنت هتبدأ ان هي تحب الولد ومش هتهتم ان هو اعمى, فكل شوية كده هتفضل بقى
تجيله وهو هيفضل اللي هو يستناها. it's so cute. دراما حلوة قوي، انا شخصيا حبيتها قوي. برضو لسه ما خلصتهاش فما اعرفش النهايه ايه، بس it's really interesting. عجبتني فكره ان هي مختلفه شويه. ف yeah. okay now هقول لكم اتنين دراما انا ما اتفرجتش عليهم ومش هتفرج عليهم لو حصل ايه، بس من ريفيوز كتيره جدا اتقال ان هما تحفه لعشاق الاثاره، القتل والدم والحاجات اللي انا بكرهها، المسلسلات دي ليكو. سو اول مسلسل اسمه ماي نيم، او بالعربي اسمه اسمي. انا ما اعرفش قوي بصراحه عن المسلسل لاني ما اتفرجتش عليه، لان انا بكره النوع ده من المسلسلات، بس بصراحه جه ريفيوز كتيره ان المسلسل ده جامد فقلت لازم اقول لكم عليه. بس اللي اعرفه ان هي البنت في المسلسل باباها مات، وهي هتبقى عايزة تاخد ريفنج او تنتقم للي قتل باباها. هي طبعا ما تعرفش مين، بس هتحاول انها تعرف وتاخد ريفنج او تنتقم من الشخص ده. بس ناس كتيرة جدا قالوا انه ماي نيم تحفة، فلو انتوا بتحبوا النوع ده من المسلسلات اللي فيها اثارة وحاجات زي دي واتش ات. وكمان في مسلسل تاني نزل وانا بجد متضايقة وزعلانة ان انا مش هقدر اتفرج عليه، بس هو اسمه هابينس او السعادة. الاتنين اللي بيمثلوا في المسلسل ده بجد انا بحبهم، واول ما عرفت ان هم هيعملوا مسلسل انا كنت فرحانة جدا. بس المسلسل متصنف اثارة، جريمة، كل حاجة انا مقدرش اتفرج عليها. يعني اخيرا رجع من الجيش، واخيرا عمل مسلسل جديد، وفي الاخر المسلسل طلع ان انا مش هقدر اتفرج عليه. يعني انا لما لقيته مصنف اثارة وجريمة ومش عارفة ايه قلت هتفرج عليه عشان هما الاتنين بجد تمثيلهم احلى من بعض. اتفرجت على اول ربع ساعة وما قدرتش. بس انا هقولكوا لو انتوا بتحبوا النوع من المسلسلات اللي هو فيه اثارة وجريمة وقتل والكلام ده، لازم تتفرجوا على المسلسل ده نيابة عني، لانه الاتنين اللي بيمثلوا فيه انا بعشقهم. معرفش قصة المسلسل ايه، بس لازم تتفرجوا عليه لانه ناس كتير قالوا انه so far حلو، لان هو لسه بينزل مخلص. ونيجي لاخر اتنين دراما في فيديو النهاردة، هما دراما قدام انا شخصيا بعشقهم، ولو انتوا ما اتفرجتوش عليهم بجد خلصوا الفيديو ده وروحوا تابعوهم لانه فعلا مش هتندموا. one of my favorite dramas ever بونوكيو، واسمه بالعربي برضو بونوكيو. المسلسل اتعمل في 2014، وملخص المسلسل ان هو عيلة جون سوك كلهم من الاخر اتدمروا بسبب الصحافة، برامج الاخبار دمروا حياته. فهو بقى كان عايز يبقى صحفي او يبقى في برنامج الاخبار عشان ينتقم من الشخصية اللي دمرت حياته. وكمان شين هي طلع في المسلسل ان هي كل لما بتكذب بيجيلها زغطة او هيكب. فالموضوع بصراحة كان حلو قوي ان هو بيحاول ينتقم بس بطريقة يعني ظريفة وبمخه عشان هو ذكي. بالاخر مسلسل تحفة انا بحبه جدا. طبعا جون سوك برضو طالع بيضحك جدا لان هو شخصية جميلة جدا. فبرضو مسلسل فيه دراما كوميدي ورومانس، مسلسل جميل بكل مواصفاته بجد ارشحه لكم قوي. واخر مسلسل اللي هو قلبي، The Legend of the Blue Sea او اسطورة البحر الازرق. انا اتكلمت عن المسلسل ده كتير وهتكلم عليه تاني عشان انا عايزه كل الناس يتفرجوا عليه. ليه؟ لانه مسلسل جبار. لي من هو طبعا اسطورة بتاعت الكي دراما. اعتقد ان انتوا كلكم شفتوا المسلسل ده بصراحة، يعني انا مظنش ان في حد ما اتفرجش عليه. بس انا بقول تاني عشان لو حد جديد لسه في الكي دراما ما ينفعش تفوتوا المسلسل ده بجد. قصة المسلسل ان في بنت هي حرية بحر، ميرميد، هتطلع في حياة لي من هو او هتطلع برا البحر، وهتحاول ان هي تتأقلم وتبقى انسانة. بس طبعا هيبقى الموضوع مستحيل قوي بالنسبة لها في الاول لانه هي حرية بحر، هتطلع برا في العالم. طبعا احنا العالم بتاعنا غير عالمهم تماما، فمش هتعرف تتأقلم. هتقابل لي من هو، هو هيبقى زي في اثارة في الاول لان هو بيهرب من الناس عشان هو اصلا مش عايز اقول حرامي، بس هو حرامي. فالناس كانوا بيجروا وراه عشان عايزين يمسكوه. فهي هتقابله في الفترة دي وهي كحرية بحر مش هتفهم اي حاجة، بس هتعيش معاه لسبب ما.
وهتحاول ان هي تتأقلم على حياة الانسان. وهو طبعا مش هيكون عارف انها حرية بحر، محدش هيكون عارف انها حرية بحر. اللي بحبه في المسلسل ده ان هو بيرجعكم ما بين زمنين، زمن قديم خالص تاريخي هيستوريكال وزمن دلوقتي. وانا بحب النوع ده من المسلسلات جدا، اللي هو فجأة تكونوا في كوريا زمان وبعدين فجأة ترجعوا لكوريا دلوقتي. فانا بحب المسلسل ده جدا، في كل حاجة حرفيا، دراما زي ما قلت لكم، في تاريخ وفي كوريا دلوقتي. هو مسلسل قديم مش جديد، بس it's really interesting. فكرته ظريفة خيالية طبعا، بس فكرته حلوة جدا، بيضحك طبعا، في كل حاجة. ف I would highly recommend المسلسل ده. بس يا دول كانوا التسع مسلسلات. قولولي لو انتوا اتفرجتوا على اي حاجة من المسلسلات دي، وبرضو قولولي انتوا بتتفرجوا على مسلسلات ايه دلوقتي، عشان عندي فضول. بس ايه، ده كان فيديو النهاردة، وهشوفكم في الفيديو الجاي. باي، انيانج.